مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان البصير، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثاني الخاص بالإبكار الحقايق من مسافتنا الأربعة كيلومترات. نسير ونبدأ مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز، أول المراكز العفري بشعار محسن بن محمد بن مسفر بن محمد الجربوعي هنا على الانطلاق الأول. ثاني المراكز وصلت هنا الداود علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي، وفي ثالث المراكز وثالث الانطلاق قادمه هنا الدوحه جار الله بن حمد بن علي البريدي المري، وفي رابع المراكز انطلقت هنا مشاهدينا متابعينا الاعزاء الجزيره حمد بن بخيت بن عويضه بن هلال العذبه، وفي خامس المراكز وخامس الانطلاق وصلت وجدان فهيد بن راشد بن فهيد آل فهيدة المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وأعود إلى الصدارة إلى أول المراكز، أعود هنا مع العفري بشعار محسن بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي على الانطلاق الأول. ثاني المراكز وثاني الاندفاع، أرى الأسماء قادمة والشعارات وصلت هنا وجدان فهيد بن راشد بن فهيد المري، ولكن وصلت هنا قادمة سبا حمد بن علي بن راشد بن صالح بن ملهية، وفي رابع المراكز وصلت هنا المنطلقة بلشة فرج بن جابر بن محمد الحنزاب المري، وفي رابع المراكز الدوحة سالم بن محمد بن عبد الله آل فهيدة، وفي خامس المراكز من الجانب الآخر لمحة جاسم بن محمد بن عبد الله العطية. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. أعود مع العفري محسن بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي على الانطلاق الأول. ثاني المراكز العطية قادم مع لمحة جاسم بن محمد بن عبد الله العطية، وفي ثالث المراكز هناك منطلقة وجدان فهيد بن راشد الفهيدي آل فهيدة المري على ثالث المراكز. رابع المراكز الله يا بلشة فرج بن جابر بن محمد الحنزاب المري، وفي خامس المراكز هنا حضور ليحضر مع حمد بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك المري. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. وأعود مع الصدارة مع أول المراكز المنطلقة هناك والمندفع العثري من بدأت تنطلق وتندفع هنا وبدأت تباعد. العثري هنا تصنع الفارق ما بينه وبين المشاركين. الله يا محسن بن محمد بن مسفر الجربوعي منطلق هنا مع الانطلاق الأول مع العفري. الله 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 منطلق العفري ومتجهة إلى الناموس وإلى بر الأمان. هنا منطلقة العفري محسن بن محمد بن مسفر الجربوعي على الانطلاق الأول. الله 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 يا محسن بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي ثاني الانطلاق وثاني الاندفاع. الله يا الأسماء ثاني المراكز هنا منطلقة على ثاني المراكز، أرى شعار بن دلموك أو هنا قادمة ومنطلقة على ثاني المراكز قادمة هنا. هنا شبه الجزيرة صالح بن علي بن جابر المطوع المري، وفي ثالث المراكز هنا شرف علي بن صالح بن علي البريص المري، وفي خامس المراكز أو رابع المراكز وجدان فهيد بن راشد الفهيدي آل فهيدة المري، لكن شعار بن ذروة على خامس المراكز. لكن أجواء الكيلومتر الأخير الله يا العفري 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 محسن بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي منطلق على أول المراكز
هنا منطلق مع العفري على راس حربة هذا الشوط. ركز ركز يا الجربوعي، أرى الأسماء قادمة والشعارات المنطلقة. هنا العفري مع الخمسمية متر الأخيرة، وهنا محسن بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي. الله 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 يا العفري، تهانينا من هذه اللحظات، ونزف التهاني إلى عزبة محسن بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي. هنا منطلق من بداية الانطلاق، والعفري مسيطرة على رأس حربة هذا الشوط. سلام العفري سلام، واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الناموس بدون أي منافس وأي منازع. تهانينا والناموس، منطلقة هنا العفري، تهانينا والناموس.